اختتمت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالحمراوين التابعة لإدارة القصير الصحية بمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج ل 270 حالة بمختلف التخصصات الطبية خلال يومين، منها إجراء 58 فحصا معمليا وإجراء 16 كشفا بالأشعة والسونار، كما تم إجراء 30 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. بنقدم جميع الخدمات المتاحه بالمجان من كشف علاج حشو وتنظيف وخلع، وجاهزين لاستقبال الحالات في اي وقت ان شاء الله. بنقدم الخدمه الطبيه مجانا. احنا عندنا كصيدليه بنقدم اكثر من 100 صنف بغلب اغلب التخصصات الطبيه زي البطنه والجراحه. المريض بيقوم بالكشف وبعد كده بيعمل التحاليل اللازمه وبعد كده يجي يصرف العلاج كله بالمجان.